عمرك ما هتشوف منتخب محظوظ بالشكل ده. خلال بطولة اليورو سنة 1968 اللي استضافتها إيطاليا، قدر المنتخب الإيطالي يكسب البطولة من خلال قرعة وماتش متعادل. النسخة دي من البطولة كان النظام فيها مختلف تماماً عن اللي موجود دلوقتي. النهائيات كان بيشارك فيها 4 فرق بس. قبل النهائي المنتخب الإيطالي كان بيقابل منتخب الاتحاد السوفيتي. الماتش ده كان متوتر جداً وخلص الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل السلبي. في الوقت ده ما كانش فيه حاجة لسه اسمها ركلات ترجيح. وعشان يتم حسم اللقاء ونشوف مين الفريق اللي هيصعد للنهائي، قرر الحكم يلجأ إلى القرعة بالعملة المعدنية، ويشاء القدر إن الحظ يجي في صالح منتخب إيطاليا والقرعة تيجي في صفه، ويصعد المنتخب الإيطالي عشان يقابل يوغوسلافيا في النهائي، ويجي النهائي وينتهي الوقت الأصلي والإضافي برضو بالتعادل ولكن بنتيجة 1-1. طبعًا أكيد هتقولي عمل قرعة، هقولك لأ، لأن قوانين قبل النهائي غير قوانين النهائي. في الوقت ده قرروا إن النهائي هيتعاد كله، وبعد يومين اتعادل ماتش وقدرت إيطاليا تكسب الماتش بنتيجة 2-0 وتاخد البطولة، عشان يبقى ده أول نهائي في التاريخ يتلعب على ماتشين، وبكده أكيد عمرك ما هتشوف منتخب محظوظ كده. بطلة لليورو رغم انها ما عرفتش تصعد من الاساس. في صيف 1992 شاهد عالم كرة القدم واحدة من المعجزات اللي ما بتتكررش ابدا، وهي تتويج المنتخب الدنماركي بكاس الامم الاوروبية في السويد. خلال تصفيات الصعود للبطولة الدنمارك ما قدرتش تصعد من المجموعة، وده بعد ما جت في المركز الثاني في مجموعتها بعد يوغوسلافيا، ولكن بمعجزة الهية ترجع الدنمارك تصعد للبطولة، وده كان بسبب الحرب الاهلية اللي كانت في يوغوسلافيا، وبعدها قرر الاتحاد الاوروبي استبعاد يوغوسلافيا من البطولة ودخول الدنمارك مكانها. الكلام ده حصل قبل ايام قليله قوي من البطوله، يعني كل اللعيبه كانت على البحر في اجازه، وفي وقت قصير جدا اتجمع المنتخب الدنماركي تحت قياده المدير الفني ريتشارد مولر. وطبعا زي ما هو متوقع بدا المنتخب الدنماركي البطوله بشكل ولا اسوء. اتعادل الماتش الاول قدام انجلترا، وخسر من السويد الماتش الثاني بنتيجه 1-0، وكان فاضل له ماتش واحد قدام فرنسا. طبعا الكل قال كده الدنمارك خلاص ودعت البطوله، ولكن المنتخب الدنماركي قدر يكسب فرنسا 2-1 وصعد في المركز التاني في المجموعة. توصل الدنمارك ويكمل معها الحظ السيء وتخبط في هولندا بطلة اليورو اصلا والمرشح الاقوى للفوز بالبطولة، ولكن بتألق العملاق بيتر شمايكل قدر المنتخب الدنماركي يعدي من هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. نوصل النهائي وتقدم الدنمارك واحدة من اعظم مبارياتها وتقدر تكسب المانيا 2-0 في الفاينل، وتتوج الدنمارك باليورو الاول والاخير في تاريخها بعد ما كانت اصلا بره البطولة. ده أسوأ حظ شركة في العالم. خلال الاستعدادات لليورو أو أي بطولة كبيرة بتبدأ الشركات تجهز حملات إعلانية ضخمة، عشان كده جت شركة أغذية كبيرة هي الراعي الرسمي أصلاً لليورو، وبدأت حملتها الإعلانية من شهر إبريل اللي فات. الحملة كان تركيزها إن في أكلة جديدة الناس تقدر تعملها في بيتها، وقالوا إن الأكلة دي مستوحاة من النجم الإنجليزي الكبير جاك جريليتش، وعلى كلامهم الأكلة دي بتمثل الذوق الديناميكي لجاك جريليتش. وبدأ جريليتش يعمل سلسلة إعلانات رهيبة للشركة، زي تعملوا الاكله دي في البيت، او قد ايه الاكله دي جميله، او حاجات زي كده استمرت لشهور. ولكن الصدمه جت هنا لما الناس عرفت ان جريليتش هياكل الاكله دي في البيت، وده لما ساوث جيت المدير الفني المنتخب الانجليزي اعلن قائمته، وما كانش فيها جاك جريليتش اللي ما كانش حد يتوقع ابدا انه مش هيدخل قائمه اليوم، عشان تبدا حمله رهيبه من السخريه على الشركه او على الاعلانات اللي عملتها مع جريليتش على مدار شهور، وتتحول من حمله دعايه للشركه لحمله سخريه منها.